مش هنتجنى على حد. الوقت اللي ضاع في المباراه كان من حارس المرمى محمود جاد. محمود جاد بعد المباراه اعترف بنفسه. الله يكون في عونه بقى على اللي حصل له. نشوف. كان تضيع وقت؟ ما المره اللي وقعت فيها في الاول ما كانتش تضيع وقت والله، لكن المره الثانيه لما وقعت هم اللعيبه بتاعت الاهلي كابتن سولية وحمدي فتحي وكده قالوا لي قوم، انا قمت لان هم كانوا طالبين مني، طلب كابتن حسام قال لي اقع عشان نغير، لكن لما قالوا لي قوم انا قمت والحمد لله. يعني مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي وقفت معاه وحتى احنا نقلنا الصوره، كنتوا بتتكلموا فيها؟ هو بيقول لي ان انت بصراحه، يعني انا بتكلم بصراحه، وبيقول لي ان انت لاعب دولي ما ينفعش تضيع وقت وكده. قلت له والله يا كابتن معلش انا اسف، المره الثانيه دي هي اللي كانت فيها ممكن عشان اضيع وقت او حاجه، لكن انا في المره الاولى ما كنتش بضيع وقت ولا حاجه، كان عندي شد وكده، بس الحمد لله. الحمد لله، والله يكون في عونك يا ابني. و يعني اذا كان صاحب الشأن بيعترف، ولو سالته هيقول لك انا خبطت فيه غصب عني، ده ولد صادق، واضح ان هو انسان صادق يعني. فما علينا يعني، اظن دي بترد يعني برضه مصر كابتن مدحت على امتياز الحكم. هو خلاص. امتياز بالنسبه له امتياز. هو طالما انه ضد الاهلي لازم يبقى ممتاز. نفذ المطلوب. وانا مندهش جدا من الاتيتيود والتوجه النفسي بتاع كابتن مدحت شلبي. في كل قضيه لازم يحللها ما تكونش لمصلحه الاهلي ابدا. ابدا ابدا. يعني قفشة يا اخي باينك محتار، باينك مش عارف توصل لقرار، لكن في كل الاحوال عمال ايه مالوش حق ومش هيلعب ومش هيسافر مش كل ده. يعني استاذ ابراهيم، وقد يكون تسفر الامور على هذا، بس انت كمحلل ده مش دورك، الجزم ليس من دورك، التحليل هو دورك ودور كل انسان منصف. يعني الواحد معلش يا جماعة، وصلنا إلى مرحلة مش قادرين نتخيل الوضع بالشكل ده.